عملي وشؤون الاجتماعية لنا الشيخ الدور الرائد لخلاوة القرآن الكريم في تماسك النسيج الاجتماعي في السودان، وأضافت لدى تدشينها لنفرة الخير لخلاوة القرآن الكريم التي تسيرها الأمانة العامة لديوان الزكاة لخلاوة القرآن الكريم إن الديوان سيظل سندا وعضدا للفقراء والمحتاجين وسدا لكل ثغرات الفساد تحقيقا لشعار الثورة المنادي بالعدالة. وأن أؤكد على سعينا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيلاء فريضة الزكاة ومؤسساتها كل الاهتمام كواحدة من أهم وسائل وآليات الضمان الاجتماعي عبر توفير كل السبل لتحقيق مقصدها الأساسي الذي يتجاوز سد حاجات الفقراء وإشباعها لبعض الوقت إلى إخراجهم من دائرة الفقر بتمليكهم الوسائل التي تحميهم من التردي في الفقر بتمليكهم وتنقلهم من الحاجة والحرمان إلى الكفاية. كما نؤكد على اهتمامنا بالخلاوي كمؤسسات تعليمية أهلية وتكافلية ومراكز إشاعة تعليمي هامة عبر السعي لتطوير بيئتها التعليمية حتى تستطيع الانتقال إلى آفاق أرحب تزيد من فعالية رسالتها السامية. من جانبه أوضح المدير العام أو الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان أن القافلة تستهدف أكثر من 2000 خلوة بتكلفة تتجاوز 1 مليار جنيه تشتمل على مواد غذائية وملابس ومعينات أخرى للطلاب. قافلة أو نفرة الخير الكبرى لدعم الخلاوي في كل السودان في كل ولاية السودان في حدود 136,327,650 لعدد 2522 خلوة، ويشتمل هذا الدعم على طعام الذرة والدخن والقمح حسب طعام أهل كل منطقة من المناطق، بالإضافة إلى السكر والفرشات والبطاطين والجلاليب وفنائل الصوف، خصوصا ونحن مقدمين على موسم الشتاء أو فصل الشتاء. وكذلك نقدم دعم نقدي لمواجهة بعض الاحتياجات الأخرى في هذه الخلاوة